الحقيقة ده يوم تاريخي ويوم مشهود في نقابة المحامين. اليوم اللي انت طلبت فيه في مرافعتك عدم قبول الدعوة ولم تطلب البراءة، والبراءة طلبتها في ثالث طلب أو رابع طلب، حتى وأنت أمام القضاء كنت لا تدافع عن نفسك وتدافع عن نقابة المحامين وعن منصب نقيب المحامين، أي عن النقابة ذاتها. لكن أنا عايز أقول إن اليوم ده يوم مشهود، يوم تاريخي، وحتى لو كان قاضي أول درجة قد أخطأ فقد يكون خطأه لمصلحة النقابة وللمحامين. حينما اصطف الجميع صف واحد حتى المختلفين مع سيادتك، وإذا شكرت في خطابك الذي تشكر فيه فأشكر فيه المختلفين قبل المؤيدين، لأن هناك من المختلفين اختلفوا معنا ولم يختلفوا عليك في هذه القضية. فأنا بقول إن ده مسار جديد، وعايزين نبدأ صفحة جديدة بعد لم الشمل ده، وبعد الوضع اللي احنا شفناه، وبعد التضامن اللي جه مع سيادتك ومع مجلس النقابة. لابد أن تكون هناك صفحة جديدة وعمل جديد يخدم كل المحامين. رد الجميل مش لسيادتك، رد الجميل للي عملوه المحامين في ملحمة شعبية مصر والبلاد العربية كلها بتتحدث عنها. وعايزين يبقى لينا وضع ولينا صورة كويسة زي ما كانت. الحقيقة احنا الواحد مش مصدق نفسه. انت عملت جمعيات عمومية، بعض النقبة كانت بتتخلف ما تجيش فيها، الدور ده ولا نقيب ما جاش، المختلف والموافق كله جه، المنظر العام نفسه الناس مش جاية. جمعية كان يقول لك انا وانا جاي جمعية عمومية طب هعمل ايه؟ هبات فين؟ هروح فين؟ الدور ده لا، المحامين جايين وراك صف واحد. فده انا عايز اقول تجديد للثقة في مجلس النقابة برئاسة الأستاذ سامع عاشور، تجديد للثقة في كل عضو من أعضاء مجلس النقابة. العدد اللي جه ده عدد يفوق الوصف، وخلانا كلنا حاسين فعلا إن مجلس النقابة ده أدى برئاستك، وأشكرك.